الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الصف السادس، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد بعنوان أحكام النون الساكنة والتنوين. فيما قبل قد درسنا ثلاثة أحكام للنون الساكنة والتنوين، وتعرفنا على حكم كل نوع. الحكم الأول وهو الإدغام، وقلنا أن له 6 أحرف، هي الياء والراء والميم واللام والواو والنون، وقلنا أنها مجموعة في كلمة يرملون. الحكم الثاني وهو الإخفاء، وله 15 حرفا، هي الصاد والذال والثاء والكاف والجيم والشين والقاف والسين والدال والطاء والزاي والفاء والتاء والضاد والظاء. وقلنا أنها في بداية كل كلمة من هذا البيت: صف ذا سنة، كم جاد شخص قد سنى، دم طيبا زد في تقى، ضع ظالما. الحكم الثالث وهو الإقلاب، وقلنا أن للإقلاب ده حرف واحد وهو الباء، للإقلاب حرف واحد وهو الباء. الحكم الأخير لأحكام النون الساكنة والتنوين هو الإظهار، وهو درس اليوم. نتعرف على تعريف الإظهار وحروف الإظهار. أولا تعريف الإظهار. الإظهار معناه في اللغة البيان والإيضاح، البيان والإيضاح. وفي اصطلاح هو إظهار النون الساكنة أو التنوين إظهارا كاملا عند النطق من غير إخفاء ولا إدغام ولا إقلاب، إذا جاء بعدهما حرف من حروف الإظهار الست. والهاء والعين والغين والخاء اللي هو في أول كلمة من هذه الجملة: إذا غاب عني حسن همني خبره. ثانيا أمثلة على الإظهار. النون الساكنة والتنوين مع الهمزة. قال الله تعالى: من آمن، من آمن. نلاحظ النون الساكنة باللون الأحمر جاء بعدها همزة، حكمها الإظهار. ينأون، ينأون. أيضا نلاحظ أنها جاءت في كلمة واحدة، هي النون الساكنة وبعدها همز. المثال على التنوين: معتد أثيم، معتد أثيم. ثانيا المثال مع الهاء، قال تعالى: إن هذا. ده في كلمة، النون في كلمة والهاء في كلمة أخرى. كلمتين: ينهان في كلمة واحدة. مع التنوين: قوم هاد. المثال على العين، النون الساكنة مع العين: من عمل الأنعام في كلمة واحدة. مع التنوين: قول الله تعالى: حكيم عليم. المثال على الحاء، قول الله تعالى: من حاد في كلمة: تنحتون. مع التنوين، قول الله تعالى: غفور حليم. المثال على العين: من غل
من غل في كلمة واحدة. فسيغيضون فسيغيضون. مع التنوين قوله تعالى عفو غفور عفو غفور. مع الخاء والمثال الأخير لحروف الإظهار من خير من خير في كلمة واحدة المنخنقة المنخنقة. مع التنوين قوله تعالى عليما خبيرا عليما خبيرا. بهذا أبناء الطلاب نأتي إلى ختام درس الأحكام النون الساكنة والتنوين الإظهار. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.